السلام عليكم تبارك الله عليكم. فيديو جديد وحلقة جديدة على قناتكم قناة جو باربر. الحلقة درسنا لهذا اليوم هو كيفاش تخدم ترطيبات دارك اند لوفلي. وكنت ديجا دير دروس قدام على دارك اند لوفلي، ولكن في هذا الموسم هذا أول درس غادي نديرو على دارك اند لوفلي. نتمنى إن شاء الله يعجبكم الفيديو. إذا كنت لأول مرة شاهد القناة ديالي اضغط على زر الاشتراك بالقناة وكذلك تفعيل زر الجرس باش توصل كاع الفيديو الجداد وكاع النوتيفيكاسيون الجداد. وإذا كنت ديجا من العائلة خلي ليا واحد الإعجاب واحد كومونتير اسفل الفيديو. بون، بعد ما نخلطوا الدارك النمره واحد مع النمره زوج كنخلطوا على حساب حنا شنو باغيين نخدموا. فمن بعد ما نخلطوهم غادي نفرقوا الشعر دي ميش، يعني نفرقوه عرض، ومن بعد غادي نبداو نابليكيو المنتوج ديالنا الخليط ديالنا اللي خلطناه على الشعر مباشره. الطريقه باش نابليكيوه غادي نشوفوها دابا في الفيديو. غير بشيتا ولا بمشطه تابليكي الشعر ديالك، البرودوي ديالك على الشعر، وغادي تمشي ايتاب بار ايتاب ولا ميش بار ميش باش الشعر كامل يوصله المنتوج. ومن بعد غادي تشوفوا الطريقه، غادي نسرع عليكم الفيديو باش تشوفوا الطريقه، حيت الطريقه ماشي صعيبه بزاف. كدير البرودوي كتمشط مزيان، من بعد كتولي تفرق الشعر، تقسم الشعر ماش جديده، دير البرودوي عاوتاني تمشطه حتى يوصل لكاع الشعر كامل البلاصه اللي انت باغي تخدم فيها، سواء الشعر الفوق ولا كان الشعر ديال البنات فتابليكيه على الشعر ديالها كامل. من بعد ما تقسم الشعر ديالها على 4 ولا على 6. فكيف كتشوفوا كنمشيو ماش بار ماش بحال كنخدموا الكيراتين، لا ميم شوز حتى هو حتى الديفريزاج نفس العمليه باش يوصل لكاع المناطق ديال الشعر. وبهذه الطريقه غادي نكونوا قدرنا اننا الشعر كامل يتغطى بالبرودوي ويوصل للبرودوي. نشوفوا قسمنا الشعر دي ميش وخدمناه شويه بشويه. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. بقات لنا غير لا فرونش القداميه غادي نابليكو فيها البرودوي، ومن بعد فاش غادي نابليكو البرودوي غادي نخليوه تقريبا 15 دقيقه كيف غادي تشوفوا معنا في المونتاج اللي غادي نديرو. غادي نخليوه 15 دقيقه، من بعد غاد نبداو الخدمه ديالنا للشعر. علاش غتقولوا لي 15 دقيقه؟ غادي نقول لكم 15 دقيقه باش الشعر يمتص مزيان البرودوي ويوصل البرودوي مزيان، يخدم فيه البرودوي مزيان، عاد نبداو نابليكيو. كتشوفوا الساعه ديالنا كانت 6:25 دقيقه، ف 6:40 دقيقه غادي نبداو الخدمه ديالنا، يعني دازت ربع ساعه. دابا غادي نبداو نشطو الشعر في جميع الاتجاهات، يعني للوراء الامام على اليمين على اليسار. بهذه الطريقه اللي كتشوف فيها كنستعملوا واحد جوج مشاطين اللي ما غلاط ما رقاق بزاف، يكونوا موين ونخدموا بهم. وغادي نخليكم مع واحد الفاصل موسيقي تفرجوا في الفيديو مزيان طريقه تمشيط الشعر ونرجعوا لكم. Back at the things that you said, 'cause I wish you didn't mean it. I'm under attack, running far, far away, and I'd rather keep my distance from you. You don't gotta lie to me to get through. Push and pull me off into the deep, and let's pretend that nothing ever happened on that night. Thank you.
back, hate the things that you said. Cause I wish you didn't mean it. Under attack, running far, far away. And I'd rather keep my distance from you. You don't gotta lie to me to get through. Push and pull me off into the deep. And let's pretend that nothing ever happened on that فاش غادي نكملوا المشهد ديالنا للشعر غادي نخليوه تقريبا واحد 5 دقائق ومن بعد غادي نمشيو نغسلوه بالماء اللي يكون دافي واحد شويه ماشي بارد وماشي سخون بزاف نغسلوا الشعر بالشامبان رقم 3 ولا رقم 2 اللي كاين في العلبه المهم الشامبان اللي كيكون مع العلبه ديال الدارك نغسلوا به الشعر ومن بعد بغيتو تابليكيو رقم 3 ولا تخدموا شي شوار المهم هنا فاش سالينا الاخر انا نخدموا شي شوار وفيكساسيون للزبون ديالنا غنوريكم في هذا الفيديو طريقه العمل السيشوار او فيكساسيون فبقاو معنا Take all your stupid, burn it as my fuel, yeah. Cause we're running out of time, so I'm gonna make it mine. The chosen one, I'm not the one to underestimate. I want the throne, I've learned to crush obstruction, rush the barricades. Levitate, got it tatted on me, told them follow me. They see the vision, now it's 2020, clear as Tahoe Lakes, it's clear as day. No longer move around in fear, disarray. Pray you hear me like the winter wind against your window. Feel the bass, baby, soak it in and let it marinate. It's time to hustle, gotta muscle up and run through barricades, yeah. فاش غادي نكملوا الشيشوار ديالنا فغا كتشوفوا غادي نديروا الفيكساسيون ديالنا ديال الشعر بلا لاك ولا بالجل
فكل واحد على حسب الطريقه اللي كيخدم بها. حنا كنخدموا بلا لاك، نديروا فيكساسيون ديال الشعر وغادي تشوفوا معنا النتيجه اللي غتكون مرضيه في الاخر ديال الفيديو، من بعد ما شفتوا الشعر كيف كان في الاول، من بعد ما درنا له الترطيبه فقدرنا اننا نتحكموا به بالشيشوار ونديروا فيه لاكوب اللي بغينا. ختام الفيديو، نتمنى ان شاء الله يكون عجبتكم الحلقه ديالنا، تكونوا استفدتوا معنا كيف قدرنا نخدموا الدارك اند لوفلي، رطبنا الشعر من بعد درنا فيكساسيون ديالنا بروشينغ بلا لاك. نتمنى ان شاء الله يكون استفدتوا معنا في هذه الحلقه وتكون عجبتكم الحلقه. ما تبخلوش علينا بالضغط على زر الاشتراك بالقناه، كذلك تفعيل زر الجرس ولي لايك في الفيديو ديالنا باش يطلعوا مزيان في لي لايك، في العدد ديال لي لايك. خليوا لي التعليقات ديالكم والملاحظات ديالكم والانتقادات ديالكم اسفل الفيديو. كان معكم الحلاق جواد والحلاق مومود، ومنتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء. Don't get caught in the mosh.